خلينا كده نبتدي ونتكلم عن حاجة هند الحقيقة هي جميلة جدا، وعن بلدنا مصر الجميلة الصعيد. الصعيد في القلب، حلم وتحول لواقع عشناه الأيام اللي فاتت بعد ما تابعنا افتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروعات بترولية عملاقة ومجمع إنتاج البنزين بأسيوط، اللي طبعا بيغطي 100% من احتياجات الصعيد من المواد البترولية. والحقيقة هو واقع هنعيشه كمان الساعات والأيام القليلة اللي جاية، واللي هيشهد افتتاح مشروعات بتتجاوز تكلفتها 400 مليار جنيه بتحقق التنمية وبتخلق آلاف من فرص العمل لأبناء الصعيد وبتحقق أحلام وطموحات المواطنين طبعا في بلدنا الجميلة الصعيد. أكيد يا نهاد، ودايما لما بنقول الصعيد في القلب احنا بنقولش شعارات، احنا دلوقتي بنقول واقع ملموس لينا كلنا. اللي حصل في محافظات الصعيد وبيحصل في كل شبر من أرض مصر هو يعني إنجاز كبير أشبه بالإعجاز. ليه بنقول أشبه بالإعجاز؟ لأنه بيتم في زمن قياسي جدا. وعشان نكون منصفين بصراحة، محافظات الصعيد وأهلنا في الصعيد كانوا بيعانوا لسنوات طويلة وعقود طويلة جدا من النسيان، ولكن لأن الدولة المصرية والقيادة السياسية على علم كامل بأهمية محافظات الصعيد وتنمية محافظات الصعيد، فكان في ضرورة هامة للبدء الفوري فيها. وإن شاء الله الفترة الجاية والأسبوع ده كمان هنشهد افتتاحات كبيرة جدا زي اللي شفناها مع حضراتكم. ووزارة الدفاع الحقيقة نشرت فيديو لوثائقي بعنوان صعيد الخير. الصعيد مليان بالموارد الطبيعية وأهلنا الطيبين الموجودين في كل مكان، وضرورة توفير حياة كريمة ليهم هي أولوية على رأس كمان أولويات الدولة المصرية. بدعو حضراتكم دلوقتي نشوف فيديو يعني توثيقي كده لما حدث في محافظات الصعيد من تنمية، وبنبارك لأهلنا في الصعيد على التنمية اللي شهدوها ولسه كمان إن شاء الله نشهدها الفترة القادمة. كان على مصر أن تمضي قدماً في مسارات التنمية المستدامة لتحسين أحوال مواطنيها في شتى المجالات، وفي القلب منها صعيد مصر. وتولي الدولة اهتماما بالغا بتنمية محافظات الصعيد ودعمها على كافة المستويات لتعظيم ما يملكه صعيد مصر من مقومات وموارد في شتى المجالات لخلق الفرص الاستثمارية وفرص عمل تخدم أهل الصعيد، ولتحقيق نهضة شاملة ومستدامة للجمهورية الجديدة مستعينة بشعبها وقدرته على صنع المعجزات. أبنائي أبناء الجنوب الطيب، أدرك إدراكا عميقا حجم معاناتكم على مدار عقود من مشكلات متراكمة، وانطلاقا من هذه الرؤية الواضحة نحو ضرورة أن يكون للصعيد رقم صحيح في معادلة التنمية الشاملة، فقد كانت توجيهاتي واضحة للحكومة وكافة أجهزة الدولة نحو المضي قدما في مسارات تحسين أحوال أهل الصعيد. وكان للطاقة وأحد روافدها وزارة البترول دور حيوي في امتلاك مقومات القوة من خلال جهد دؤوب تقوم به في تعاون مع كافة مؤسسات الدولة، والتي سارت بخطوات مدروسة لتنفيذ العديد من الإجراءات، والتي أثمرت عن اكتشافات بترولية جديدة لتوفير الاكتفاء الذاتي من البترول ومشتقاته والغاز الطبيعي. إن شاء الله نفتتح خلال الشهور القليلة القادمة باقة المشروعات اللي أعلن عنها في أسيوط وفي ده، عشان كده مفيش يعني المشاكل الاختناقات اللي كانت موجودة اتراجعت، ما تراجعتش بالصدفة. وهنا في قلب الصعيد، حيث المنطقة الجغرافية البترولية لجنوب الصعيد، وداخل المجمع المتكامل لشركات البترول بأسيوط الذي يضم شركات أسيوط للتكرير، بتروجاز، التعاون للبترول، النيل للبترول، أنابيب البترول، السهام، هذا المجمع يشهد تطويرا وتحديثا غير مسبوق ضمن استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، بما يعطي العمل البترولي دفعات قوية للانطلاق وتحقيق الأهداف.
ونحن اليوم معا في إحدى ثمار تلك الاستراتيجية، مجمع إنتاج البنزين. أحد المشروعات الحيوية لتأمين إصدارات الوقود للصعيد لخدمة الاستهلاك المحلي ومشروعات التنمية، بما يحقق أهداف خطة التنمية المستدامة. فالمجمع الجديد تبلغ استثماراته أكثر من 7 مليار جنيه مصري. ويعمل على تعظيم القيمة المضافة من النفط الثقيلة والمنتجة بمصفات تكرير أسيوط لتحويلها إلى بنزين عالي الجودة بأحدث التقنيات. ويضيف المجمع الجديد للإنتاج المحلي 800 ألف طن سنويا من البنزين، ويوفر ذلك جانبا كبيرا من فاتورة الاستيراد وتوفير النمو المستدام وفرص العمل لشباب الصعيد. هذا الصرح تم تصميمه وتنفيذه بسواعد مصرية من شركتي إنبي وبتروجيت. ولأن التكامل عنوان المرحلة واستكمالا لدور وزارة الإسكان في مجال إنشاء محطات المياه والمعالجة على مستوى الجمهورية والتي كان للصعيد فيها حظ وافر، ففي محافظة الفيوم تم إنشاء محطة معالجة بمنطقة أبو شنب بطاقة تصل إلى 6000 متر مكعب في اليوم. وفي بني سويف تم إنشاء محطة معالجة بمنطقة أبو صير بطاقة 12000 متر مكعب في اليوم. وكذا توسعت محطة معالجة بمنطقة طنسا بطاقة تصل إلى 3000 متر مكعب في اليوم. وتوسعه محطة تنقية مياه الشرب في منطقة الوسطى بطاقة 6000 متر مكعب في اليوم. وفي محافظة المنيا تم إنشاء محطتين لتنقية مياه الشرب، الأولى في منطقة أبو قرقاص بطاقة تصل إلى 204000 متر مكعب في اليوم. وبمدينة المنيا الجديدة محطة مياه بطاقة 250000 متر مكعب في اليوم، فضلا عن إنشاء محطة معالجة بمنطقة العدوى بطاقة 18000 متر مكعب في اليوم. ننتقل إلى محافظة أسيوط، حيث تم إنشاء محطة مياه ديروت بطاقة 36000 متر مكعب في اليوم. ووصولا إلى محافظة قنا، حيث تم الانتهاء من محطة مياه فرشوط بطاقة 34000 متر مكعب في اليوم. ومحطة مياه دشنة بطاقة تصل إلى 68000 متر مكعب في اليوم. بالإضافة إلى الانتهاء من المرحلة الأولى بمحطة المياه بمدينة قنا الجديدة. ولأن الصحة تاج على رؤوس المصريين، كثفت الدولة جهودها في مجال الرعاية الصحية وأنشأت العديد من المستشفيات والمراكز الصحية، فضلا عن تنفيذ العديد من المبادرات الصحية ومشروعات التأمين الصحي الشامل والذي استفاد منه أهلنا في الصعيد. واليوم نكمل المسيرة بافتتاح العديد من الصروح الطبية في مدن ومراكز الصعيد، ومنها مستشفى صملوط التخصصي والتي تضم 125 سريرا، ومستشفى ملاوي التخصصي بطاقة تصل إلى 147 سريرا، ومستشفى دير مواس التخصصي والتي تضم 131 سريرا. ومستشفى إيزيس التخصصي للنساء والتوليد بالأقصر.
ومستشفى الأطفال التخصصي بالعديسات، وتم إنشاؤهم ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل. ومستشفى الصحة النفسية بسوهاج، والتي تم تطويرها وفقا لأحدث النظم الطبية، وتضم المستشفيات العديدة من الأقسام والعيادات التخصصية وغرف العمليات والحضانات وأسرة الغسيل الكلوي. وأسهمت وزارة التعليم العالي بإنشاء كلية طب أسنان جامعة أسيوط، والتي تضم عددا من العيادات وأقسام الأشعة وغرف العمليات، هذا بالإضافة إلى إنشاء مركز الكبد والجهاز الهضمي بكلية الطب جامعة المنيا، والتي تضم 206 سرير فضلا عن غرف للعمليات الكبرى. مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بمدينة طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر بطاقة 120 سريرا. مشروعات تنموية ونقلة حضرية في صعيد مصر. قلبها النابض بالعطاء لتظل دائما ركيزة من ركائز جمهوريتنا الجديدة، تليق بأمة مصرية أبية. شعارها الدائم.